بعد انتهاء حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوى الحسين، كل الجماهير كانت مشتاقة لأول ظهور ليهم بعد قضاء شهر العسل، وبدأت الأسئلة عن حياتهم وهيعيشوا فين وإيه هي نشاطاتهم بعد الجواز. تعالوا أقول لكم تفاصيل شهر العسل والقصر اللي هيعيشوا فيه، تابعونا للنهاية. الأمير الحسين ظهر مع عروسته الأميرة رجوى بصورة عفوية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وده يعتبر الظهور الأول للعروسين بعد حفل زفافهم. نشر الأمير الحسين الصورة على انستجرام وكتب: مني أنا ورجوى كل عام وأنتم بخير. والحقيقة إن على قد ما الصور بسيطة إلا إنها بينت قد إيه الأمير متواضع جدا وبسيط هو وزوجته الأميرة رجوى، اللي خدت صورة سيلفي مع حبيبها الأمير الحسين وهم في حديقة بيتهم وما كانتش حاطة أي مكياج، وده بيأكد إن جمالها طبيعي وما بتعتمدش على مصاحيق التجميل. ونيجي بقى لشهر العسل، فكشفت مصادر من العائلة الملكية إن الأمير الحسين وزوجته قرروا ياخدوا جولة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، والجولة بدأت من لندن وبعدها سان فرانسيسكو وبعد كده هاواي وتاهيتي واخيرا في واشنطن. وقالت المصادر ان سبب اختيار الولايات المتحدة لقضاء شهر العسل هو سهولة تحركهم فيها، وده لانهم كانوا بيدرسوا هناك. جولة شهر العسل بدأت من لندن لسان فرانسيسكو وهاواي وتاهيتي، دراستهم كانت في امريكا لان الامير الحسين اتخرج من جامعة جورج تاون سنة 2016، والاميرة رجوى حصلت على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك، وكمان حصلت على درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الازياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الامريكية. اما بقى مقر اقامتهم فهيكون في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان، وهو جنب مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال وحدائق الحسين ومتحف السيارات الملكي، وفي كمان مكتب رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومكتب رئيس التشريفات الملكية والقاعات اللي بيتم فيها المباحثات الثنائية خلال زيارة الضيوف الرسميين للمملكة، وفي بيؤدي الوزراء الجدد القسم قدام الملك في حالة إجراء تعديل على الحكومة. أما بقى الأميرة رجوى فهتبدأ تحضر كل أنشطة القصر الملكي وهتمثل ولي العهد في المناسبات المحلية والعالمية اللي هتقام خارج الأردن زي حفلات زفاف أعضاء العائلات الملكية والحفلات الخيرية والمناسبات العامة والمجتمعية. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اتعرف على رجوى عن طريق زميلة قديمة من أيام الدراسة، وبالرغم من إنها خطفت قلبه من أول نظرة إلا إنه ما حاولش يتكلم أو يتواصل معاها تاني، لكن بعد فترة ما قدرش يقاوم قلبه وقرر يسأل عنها وبعدها خطبها وقال إنه بيعتبر نفسه من المحظوظين. وفي سنة 2022 أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على رجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، والاحتفال تم بقراءة الفاتحة والخطوبة في بيت والد رجوى في العاصمة السعودية الرياض بحضور عدد من عائلة العروسين. ورجوى آل سيف هي مهندسة معمارية سعودية اتولدت في الرياض، وهي بنت رجل الأعمال خالد آل سيف، وهو مالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة، وبترجع أصوله لقبيلة سبيع وهم شيوخ بلدة العطار في إقليم الزدير بمنطقة نجد. ووالدة الأميرة رجوى هي عزة زديري. بنتمنى كل التوفيق للأمير الحسين مع زوجته الأميرة رجوى الحسين.